بسم الله الرحمن الرحيم. رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل شرح تفصيلي لتلاجة شارب العربي ال 18 قدم ال 450 لتر، الازاز اسود فينبيتي، الانفرتر يعني موفره في الكهرباء، الديجيتال يعني بشاشه اللي فيها فلتر بلازما كلاستر، المقبض الداخلي. يعتبر دي من اعلى تلاجات شارب في الحجم ال 18 قدم او ال 450 لتر. هنتكلم عليها النهارده شرح تفصيلي. هنبص على الموتور ونبص على غاز التبريد ونشرح التلاجه حته حته. فالفيديو ده شرح تفصيلي، وهقول لكم الاسعار او خدوا السعر دلوقتي وانتم تتفرجوا عليا. الشارب دي اللي هي الجي في 58 جي شرطه ار دي، يعني ازاز اسود فينبيتي، انفرتر ديجيتال بلازما، اعلى حاجه في الشرب ال 18، عامله كام؟ 34750. 34750. طيب اللي هيكمل معايا الفيديو هقول له بقى المواصفات، ونبص على الماتور ونبص على القدره التبريديه اللي بقيس بيها كفاءه الثلاجه في التبريد، بقيس بيها بس ايه كفاءه الثلاجه في التبريد، ونبص على الخامات ونبص على كل حاجه في الثلاجه. سريت قبل ما نبتدي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا اله الا الله. وانا واثق ان الفيديو ده هيعجبك، فانا عايز بقى ايه لايك بصبعك الجميل ده كده، مش هياخد منك جزء من السنه، يدوس لنا تحت الفيديو اللي بتتفرج عليه، تحت الفيديو اللي انت بتتفرج عليه على اليوتيوب هتلاقي في الزرار تحت مكتوب عليه اشتراك، اضغط لنا عليه، وهتلاقي جنبه علامه اللايك اللي هي كده دي كده، دوس لنا عليها، مش هياخد منك جزء فهمته من السنه كده، فهمته من السنه. طيب تعال نبص على الثلاجه دي. اول حاجه بتعرف على الثلاجه ازاي؟ بخش على بطاقه الكفاءه. دي بطاقه الكفاءه، دي زي البطاقه الشخصيه للبني ادمين. هنا بقى المنتجات او الثلاجات ليها بطاقه كفاءه، بتعرف منها الثلاجه اللي هي نو فروست، بتبرد بالبخار مش بتعمل ثلج، الماركه شارب، الموديل بتاعها جي في 58 جي. قلت لكم قبل كده الجي دي يعني جلاس، يعني ازاز، الباب ازاز من بره زي ما انتم شايفين اهو، ازاز منايه تمام. في يعني انفرتر، يعني الثلاجه موفره في الكهرباء، اختصار لكلمه انفرتر اللي هي في 58، ده رقم الموديل اللي هو 450 لتر. جي يعني مقبض داخلي، اللي هو المقبض بيكون بلت ان في الباب نفسه. طيب نكمل بقى البطاقه كده، دي 450 لتر، بيتقال عليها في السوق 18 قدم. هتقولي مكتوب عليها 16 قدم، ماشي خدها ب 16 قدم، بس احنا في المعارض او في البيع بنتعامل باللتر، مش بقينا نتعامل بالقدم خالص تمام. دي استهلاك الشارب بتاع الكهرباء 30 كيلو تمام. تعالى بقى نبص في ظهر التلاجه، طلع لكم التلاجه لقدام سنه عشان نبص على الماتور وغاز التبريد، ونبص على التقفيل، ونبص على الفريزنج كابستي، وبعد كده نرجع نكمل شرح التلاجه شرح تفصيلي. دي واحده طلع لكم التلاجه لقدام اهو يا جماعه، طلعت لكم التلاجه لقدام اهي عشان محدش يقول انا جبت التلاجه من عندي او جبت ظهر من عندي. نلف كده اهو، طبعا اللزق ده لما جينا عرضنا التلاجه بيكون في لزق كتير مع التلاجه التقفيل يعني، فبنحطه عشان لما نيجي نقفل التلاجه تروح لحد يعني يبقى اللزق موجود. الملمس طبعا من الجناب ومن فوق بيبقى جلد، من الجلد الصناعي، من الجلد الصناعي، ملمس كده جلد عشان الشياكه والسخونيه بتاعت السربنتين، لان السربنتينه بتكون موجوده عندي في الجناب تمام. عند الظهر اهو بيكون من المعدن. نخش بقى على الموتور كده، بصوا المواسير، اول حاجه المواسير نحاس اهي، المواسير بتاعت التلاجه نحاس. موتور ايه بقى؟ موتور باناسونيك غاز تبريد ار 600. طب الموتور ده صنع ايه؟ صناعة ايه؟ ميد ان ماليزيا، ميد ان ماليزيا، بيشتغل لحد 240 فولت اهو، ار 600 باناسونيك تمام. والجزء البلاستيك اللي موجود في الثلاجه اهو، الموديل اهو هتلاقيه برده موجود، هو والسيريال بتاع الثلاجه جي في 58 جي ار دي، يعني اللون اللي هو الاحمر ماشي. ده الاستبلايزر المنظم، قلت لكم منظم، ده فائدته ده ساعات بيتباع لوحده لو الكهرباء عندك ضعيفه في البيت، بس هو جاي مع الثلاجه ليه بقى؟ ده بينظم الكهرباء اللي داخله للموتور، يعني لو الكهرباء قطعت وجت شديده وانت ما شلتش الفيشه، الكهرباء بتخش الاول على الجهاز ده، انا بسميه فرد امن او حارس امن للموتور، بيحافظ على الكهرباء قبل ما تخش للموتور عشان لو جايه شديده ما تخش على الموتور تحرقه. نبص على الفريزنج كاباسيتي، نبص كده على الفريزنج كاباسيتي او القدره التجميديه للثلاجه، فين فين اهي شايفينها، نمشي كده مع الخط في ال 12 ساعه 3 وربع، يبقى في ال 24 ساعه اللي هو يوم هيبقى كام؟ 6.5 كيلو طعام. الفريزنج كاباسيتي دي بقيس بها كفاءه الثلاجه او قدره الثلاجه على التبريد والتجميد، ما بتكلمش على الخامه، بتكلم على التبريد بتاع الثلاجه. الناس اللي عايزه تبريد قوي، كل ما الرقم ده زاد في اليوم كل ما الثلاجه تبريدها بقى قوي. يبقى في ال 24 ساعه هيبقى كام؟ 6.5 كيلو طعام في ال 24 ساعه. دي حجمها 450 لتر، متقسمه ل 112 لتر حجم الفريزر، والكابينه اللي تحت 338 لتر. غاز التبريد اهو ار 600 ايه، مشحون بمقدار 50 جرام. وزن التلاجه الصافي نيت ويت
76 كيلو جرام. كده يا جماعة احنا خلصنا شرح التلاجة من الماتور، شفنا الماتور وغاز التبريد والشحنة بتاعته، وشفنا القدرة التجميدية للتلاجة. نفتح بقى التلاجة نبص عليها. اولا من بره كده الباب بتاعي ازاز اهو، ازاز مراية، شايفين ايدي ازاز مراية، تمام. الشاشة ديجيتال بتحكم في التبريد سواء بزود او بنقص، وادوس اوكي، ديت الزر بتاع اوكي. وهنا بتنقل بين الصفحات او الخصائص اللي موجودة بتظهر لي على الشاشة. طيب عندي هنا الفلتر بلازما كلاستر. فلتر بلازما كلاستر ده افضل فلتر موجود في السوق وموجود في ثلاجات شارب، هو براءة اختراع من شارب. حتى بص اللوجو بتاعه مش هتلاقيه موجود في اي شركة، هتلاقي شركات تانية بتسميه بلازما بس بقى ما بتكملش الاسم عشان تلفت نظر العميل. لكن بلازما كلاستر اللي هو اللوجو بتاعه ده افضل فلتر موجود في السوق. ده فلتر بيبقى فلتر ايونات مش فلتر عضوي، موجود في ثلاجات شرب وموجود في تكييفات شرب، بينقي الروائح او بينقي الهواء من الروائح سواء بقى جوه الثلاجه او في التكييف لو تكييف يبقى جوه الغرفه، تمام. اهي ماركه شرب. طيب نكمل بقى، ده ضمانها بيكون 10 سنين، ضمان شركه العربي 10 سنين زائد سنتين عمر افتراضي. الرقم السنه بتاعهم 19/3/19. نفتح بقى الثلاجه نبص عليها من جوه ونشرحها حته حته. انا قلت لكم اللي مكمل معايا في الفيديو مكمل علشان التفاصيل. فهو بقى دلوقتي هيعمل لنا ايه؟ ينزل تحت الفيديو هيلاقي كلمه اشتراك، يضغط لنا على الاشتراك وجنبها علامه اللايك اللي هي زي كده. مش هتاخد منك جزء من السنه، تيك تيك تيك، مش هتاخد جزء من السنه. انا بزور لك فيديو بالدقايق يعني، مش هتتعب نفسك. بس ايه، اول حاجه ده دول الفريزر بتاعي حجمه اهو، ده الفريزر بتاعي اهو، ده حجم الفريزر وده حجم الكابينه بتاعتي. طيب ناخد الفريزر بعد كده الكابينه دي، رفوف ده باب الفريزر اهو ما شاء الله. بص حرك الباب بتاع الثلاجه تحس ان هو تقيل، دي خامات الشرب اللي انا بحبها، هو ال جي. عندي رفوف باب الفريزر، في فتحات طبعا عشان التبريد يخش جوه الحاجات اللي موجوده في الرفوف. الماده الاي بي اس، الماده البيضاء، ماده نقيه طبعا، ماده نظيفه باين عليها من لونها ومن سطوعها. عندي في اضاءه في الفريزر اهي، دي اضاءه في الفريزر. عندي فتحات التبريد اللي بتبرد على الاكل اللي موجود في الفريزر. عندي الجزء الازرق ده عباره عن جزء مقفول ما بيتفتحش، بيتحط في التجويف بتاعه اللي هو بتاع الرف بتاع الفريزر، وممكن اشيله خالص اطلعه لو انا مش عايزه. طب ده فايدته ايه؟ ده بيعوض الاكل اللي موجود في الفريزر بالتجميد او بالتبريد لحد ما الكهرباء ترجع. يعني لو الكهرباء قطعت عندك وخصوصا في مصر بالفتره الطويله ممكن الاكل اللي موجود في الفريزر يسيح او يبوظ، تمام. فالمادة الجيلاتينية اللي موجودة دي بتطلع تبريد تعوض الأكل اللي موجود في الفريزر بالتبريد أو التجميد لحد ما الكهرباء ترجع. طب بتاخد وقت قد إيه؟ بتبرد الأكل اللي موجود في الفريزر قد إيه؟ لأن كل حاجة ليها حدود. دي بتقدر تبرد الأكل اللي موجود في الفريزر 8 ساعات متواصلة. عند الدرج الأيس ميكر اللي هو صانع التلج، اللي بعمل منه تلج وأقلبه في الدرج اللي تحت وأطلع الدرج اللي تحت ده آخد مكعبات التلج. أهو ده جزء منفصل، لو أنا عايز أوسع الفريزر مش عايزه خالص برميه بره، أهو بحطه مثلا فوق التلاجة أهو، تمام. عندي في فتحات التبريد بتاعت الجزء اللي فوق، وعندي برضو ايه زي مصرف كده لو الميه الزايده بنضف بينزل على الايه، على الجزء البلاستيك اللي هو فوق الموتور. وخلي بالكم ما تنزلوش حاجه فيها اكل او فيها اي تسريبات عشان ما يتسدش الخرطوم، ماشي. خلصنا كده الفريزر، نخش بقى على الكابينه. عندي الكابينه اهي، اول حاجه اللي فوق ده درج التبريد السريع، ده درجه حرارته او الحاجه اللي بيكون موجوده فيه بتوصل درجه حرارتها لصفر درجه مئويه. وطبعا ده بنستخدم لو انت مطلع لحمه او فراخ من الفريزر عايز تفكها براحتها تحطها في درج التبريد السريع تفك براحتها من غير بوظان. عندي فيه الاضاءه اهو، عندي فيها حاجه اسمها هاي برايند كولينج سيستم او اللوح الالومنيوم اللي موجود في الوش ده. طيب ده لازمته ايه؟ طيب اللوح ده يا جماعه بيبرد الاكل اللي موجود في الكابينه بطريقه غير مباشره، بمعنى انت لو جبت خيار وطماطم وحطيتهم في الرفوف لو نزل عليه التبريد اللي هو بخار التبريد مباشره ايه اللي هيحصل؟ هتجمد، فالخضار هيدبل ويبوظ. طيب لوح الالومنيا ده بيبرد الحاجه اللي موجوده في الثلاجه بطريقه غير مباشره، يعني بيعمل زي فكره ثلاجات الديف روست زمان ما كانتش بتطلع بخار، كانت بتعمل ايه؟ كان الجسم السربنتينه اللي بتكون موجوده تحت الجسم الابيض ده بيتحرك فيها الغاز التبريد والمروحه بتشتغل، فايه فدي بتسقع فبتسقع الحاجه اللي محطوطه فوقيه في الرفوف. يعني ده نفس الكلام بالظبط، بيبرد الاكل بطريقه غير مباشره علشان ما يبصوا خصوصا الخضار، غير ان الثلاجه اصلا نو فروست مش دي فروست، يعني بتبرد بالبخار، فبالتالي ده بيعوض الاكل اللي هو زي الخضار مثلا بالتبريد علشان ما ينزلش عليه تبريد مباشره ويبوظ. تاني حاجه ميزه ليه ان هو لما حد يفتح باب الثلاجه والتبريد اللي كانت عاملاه الثلاجه يطلع بره، فهو بيعوض الثلاجه بالتبريد اللي فقدته اثناء فتح الباب. طيب تالت ميزه ليه برضو ان الثلاجه لما حد يفتحها بيعمل زي
ستاره كده، ما بيخليش التبريد يطلع بسهوله، ما بيخليش التبريد يطلع بسهوله. طيب، او بيفصل المروحه. عندي اضراف اهو بيستحمل معايا لحد 120 كيلو وزن، بس لازم الوزن يكون متفرج مش محطوط في متركز في في حته معينه. دي ابعاد التلاجه كان واحد كاتبها لنا، تمام. ابعاد التلاجه عرض في عمق في طول، وفي رف تاني ده الجزء الديكوريشن اللي بتحطي على القواعد من قدام عشان شكلها ما يبقاش وحش كده، بتربط بمفك مسامير يعني. درجين الخضار اهو منفصلين، حط درج مثلا حط فيه الخضار، ودرج حط فيه الفواكه بتاعتك او انت ودماغك يعني. عندي الرفوف بتاعت باب الكابينه اول حاجه، الجزء ده بتاع مكعبات البيت بيشيل معايا 2 4 6 8 10 12، وفي فتحات صغيره برده ممكن احط فيها امبولات او اي حاجه. عندي في رفين ممكن اشيلهم خالص. عندي الجزء ده اللي بتحط فيه الامبولات، وفي رف كبير احط فيه ازاز الميه، وفي رف تحت. طيب احنا كده خلصنا شرح تفصيلي للثلاجه الشرب الموديل جي في 58 جي شرطه ار دي اللي هي ازاز احمر في اسود. ده شرحناها شرح تفصيلي كل حاجه فيها. طبعا انت بتتحكم في درجه التبريد عن طريق الشاشه دي، عن طريق الشاشه دي. يبقى احنا كده النهارده عملنا شرح تفصيلي ثلاجه شرب العربي او شرب 18 قدم او شرب 450 لتر اللي هي الازاز الاسود في بيتي الانفرتر الموفره في الكهرباء الديجيتال. اشوفكم على خير ان شاء الله. الفيديو طبعا انا شرحت لك الفيديو بالتفصيل، وعايز بس منك يعني لايك للفيديو واشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله. هنشرح في قائمه تشغيل لكل شركه من الشركات، هتلاقي في قائمه تشغيل لتوشيبا فيها كل شرح تفصيل لكل انواع ثلاجات توشيبا، ال جي شرح كل جميع ثلاجات ال جي، شارب كل شارب، وهكذا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.